السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية زي ما بنتكلم عن السلبيات اللي موجودة في المجتمع المصري وزي ما بيقولوا كده بالبلدي، مش كله ضرب ضرب، يعني شوية شتيمة وشوية في ضرب يعني، لكن الخير موجود طبعا. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة، يعني الخير هيفضل موجود إلى قيام الساعة. بتقل نسبته تزيد نسبته، في بعض الأحيان تقل، يعني على حسب ما هو الإنسان الطبيعي، حتى إيمانه بيزيد إيمانه بيقل في بعض الأحيان، لكن في خير موجود. والدليل على اتكلمنا عن نيرها والازمات وانفلات الاخلاق والكلام ده كله، لكن من الاشياء المبشره الاشياء الجيده اللي حصلت في الكام يوم اللي فاتوا، اللي هي حمله التبرع للطفله رؤيه، الطفله اللي لسه ما كملتش سنتين وعندها مرض نادر استوجب حقنه، حوالي حقنه واحده 40 مليون جنيه، والحمد لله رب العالمين، بفضل رب العالمين أولا، ثم الشعب المصري والشعوب أيا كان بقى، أي حد صفة عامة بنتكلم عن الخير، سواء في مصر داخل مصر أو خارج مصر، لسه النفوس ولسه القلوب طيبة زي ما بيقولوا يعني. فبرضو قصة إن حقنا 40 مليون جنيه، نتمنى إن العلاج والأرقام دي ما نسمعش عنها تاني يعني، بإذن رب العالمين ربنا يشفي كل مريض، وتكون الحقنة دي مفيدة ليها، وإن شاء الله بإذن الله تسترد صحتها وعافيتها بإذن رب العالمين، ولما تكبر تبقى طبيعية جدا، ما فيش أي مشاكل بالنسبة لها. الجزء الثاني عايز أتكلم فيه جزئية هاني شاكر وكلامه عن أمال ماهر. كلمنا عن موضوع أمال ماهر أكثر من مرة، بقالنا دلوقتي مثلا 3-4 أيام نتكلم عن قصة أمال ماهر، وكل أملنا يعني الناس المهتمة والمهتمين، مش على فكرة مش علشان شخص أمال ماهر، لاعتبارات كثيرة يعني، ياما ناس بتقرر تعتزل وفنانين وفنانات وعادي، بس بيطلعوا وبيتكلموا ومفيش حواليهم جدل. المشكلة مع أمال ماهر إن حواليها جدل، وزي ما قلت حضراتكم دقيقة اتنين تطلع تظهر فيهم تحل هذه الأزمة يعني. لكن حتى الحلول اللي بتعملها نقابة المهن الموسيقية بتزيد الشك والقلق عند البعض. مثلا لما تطلع وكيل النقابة يقول لك كلمنا والدتها، المطربة اسمها مصطفى، نادية مصطفى، جاية في ايه وسافرت بايه، تطلع تقول كلمت اخوها هاني شاكر، يطلع تواصلنا مع اسرتها واتكلم بقى باستفاضة، واتكلم زي ما الناس كلها بتتكلم، قالك شائعات خطف وتعذيب امال ماهر كلام فارغ، والبعض بيفتعل البلبلة بشكل فج ومرفوض. اعتقد انها قالت انها اعتزلت وده قرار خاص، تعتقد ما حد سمع انها ده رجعت تاني وقالت ألبوم يعني، اعتقد تعتقد يعني، ما انتش متأكد يعني، امال انت بتتواصلت ازاي يا عم هاني؟ قالك احنا بنناشدها كنقابة ان تراجع نفسها، لكن لو عاوزة تعتزل وتختفي هي حرة، او تقفل تليفوناتها ده قرارها الشخصي، النقابة مالها ومال القصة دي؟ عمرنا ما هنضغط عليها ولا على أي حد، في حدود النقابة، وما ينفعش نقتحم الحياة الشخصية للأعضاء. وأنا عايز أسألك، ما أنا مفهمش يا هانا شاكر في الموضوع ده، يا ريت أنت بس أو حد من الناس اللي بتفهم، هي معنى أنها اعتزلت يبقى أنها خرجت من النقابة، معنى أنها اعتزلت يبقى أنت كنقيب مش مسؤول عنها؟ ما أعتقدش، هي اعتزلت لكن دفعت النقابة ورسوم قبل كده، وهي عضوة في النقابة، معنى أنها اعتزلت أنها لازم انت تسال عنه؟ ثم ايه المشكله يعني ان انت تاخد وفد، انتوا بتروحوا يا جماعه بتاخد وفد من النقابه وتروح تزوروها في بيتها وتصوروا معاها، ايه المشكله؟ علشان نحل الجدل، انما كتر الكلام والطلوع بدون ظهور الشخصيه اللي عليها الجدل، والله الكلام ده بيضر الدوله المصريه وبيخلي البعض يستغل هذه الازمات لتشويه صوره مصر. المشكله لما تطلع امال ماهر كده بشحمها ولحمها، دي تين يا جماعه انتوا عمالين تخطرفوا تقولوا ايه انا زي الفل والكلام ده ما حصلش ومفيش اي حاجه من هذا القبيل، ما تطلع يعني. وده الكلام ايضا اللي قاله لاعب الكره ابراهيم سعيد لهاني شاكر، قال لك ايه المشكله انها تطلع بفيديو 20 ثانيه تطمن جمهورها، وخصوصا انها
شخصية عامة يا أستاذ هاني، والمفروض إن قبل كل الفنانين يروحوا بنفسهم يطمنوا على أمال، ده واجب على كل فنان. إبراهيم سعيد جاب من الآخر يا هاني يا شاكر، المشكلة أما تروح، إنما تطلع أنت تتكلم، نادر مصطفى تطلع تتكلم، والشخصية اللي عليها الجدل مختفية، ده أنت بتقول للناس أو يعني بتقول للناس صدقوا الإشاعات وصدقوا الحوارات اللي بتتقال دي. أتمنى من الدولة، وبعدين الموضوع ملوش، مش الموضوع خرج نطاق مطربة عاوزة تعتزل يا عم هاني. يا مسؤولين عن الدولة المصرية الأفاضل، ما تدوش تاني، أنا قلتها مرة واثنين وثلاثة وعشرة، بإيديكم تنهوا الجدل، ما تدوش فرصة لبعض الأحزاب أو بعض التيارات اللي عايزة تكسب تحقق مكاسب على حساب تشويه صورة شكل مصر أمنيا وبحاجات كتير. يعني فإيه المشكلة لما يجي مثلا المسؤول وزير او نقيب الممثلين الفنانين، اي حد له علاقه بوزاره الثقافه يا سيدي، هي لها علاقه بالقصه برضه، وزيره الثقافه تروح كده وتطمن الناس تتصور مع، ده انتوا بتصوروا مع طوب الارض يا عم هاني يا شاكر، تروح تصور معه وتبقى انت زي الفل تمام التمام، وتبقى الاسد المغوار يعني. في نفس السياق بعض الانباء ترددت خلال الساعات الماضيه حول هروب رجل الاعمال خالد عبد الله إلى إنجلترا صاحب شركة بيت الخبرة. ماذا يعني هذا؟ ما اللي هيخرج؟ قال لك هروبه، قال لك البعض بيقول هرب، هرب ليه يا عم؟ قال لك استولى على 15 مليار، مش مليون، قال لك 15 مليار جنيه من البنوك. وقال لك إن في عدد بقى طبعا سهلوا له هذه الأمور، ناس شغالة معاه، يعني اتكلموا عن إن المدير التنفيذي لشركات خالد عبد الله هو رئيس الوزراء الأسبق الدكتور إبراهيم محلب، وشغال معاه أيضا في شركاته مدير أمن القاهرة السابق ومساعد وزير الداخلية، وموجود أيضا شغال معاه في شركاته محافظ البنك المركزي السابق فاروق العقدة. فقال لك كل هؤلاء سهلوا له عملية القروض اللي بياخدها من البنوك، قال لك خدها من أربع بنوك، الفلوس اللي خدها دي من أربع بنوك 15 مليار جنيه وهبة. طبعا بننقل لكم الاخبار اللي بتتردد، وفي نفس الوقت النفي اللي طالع من المكتب الاعلامي لرجل الاعمال المعروف. قال لك اصدر بيان جاء فيه ان ما نشر على احد المواقع الالكترونيه تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي من اخبار تتعلق بمجموعه شركات بيت الخبره وتمس سمعه المؤسسه والعاملين بها اخبار عاريه تماما عن الصحه. واكد ان المهندس خالد عبد الله رئيس مجلس اداره المؤسسه لم يكن طرفا من قريب او من بعيد في اي تحقيقات او اتهامات تدفعه للهروب من البلاد، وان وجوده خارج البلاد هو فقط لاسباب صحيه، موضحا ان ما نشر من ادعاءات حول رصيد مديونيته للبنوك هي اكاذيب عاريه عن الصحه، وان جميع تسهيلات المؤسسه من البنوك قد تمت وفقا للمعايير المصرفيه المعروفه. وقال منذ نشاتها وحتى اليوم لم تخل بالتزاماتها ولا توجد اي اقساط للبنوك متأخرة عليها، مشددا على أن جميع شركات المجموعة مجالس إدارتها لم تخالف أبدا القوانين واللوائح، بل كانت ولا تزال محل إشادة من الجميع. وتنوه أن ما نشر من دعاءات وتزييف الحياة ومحل النيل من شخص المهندس خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة والعاملين بها سيكون محله القضاء. نتمنى أن أنتم ترفعوا قضية وتكسبوها وتقولوا للناس اللي بتروج لمثل هذه الشائعات الدنيا تمام ومفيش حد يقدر يطلع بجنيه من مصر. نتمنى ذلك، ونتمنى ان الاخبار دي تكون، لان مصر مش حامل ان حد يخطف 15 مليار ويخلع يعني. نتمنى ان كل هذه الانباء تكون غير حقيقيه يعني. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.